تحس ان هو ما فيش حد غيره في المهمه دي والرئاسه. الراجل الله يبارك له يعني عمل كل حاجه حلوه للبلد. الراجل ما مخربش عمر، بيخاف على الشعب وعلى الوطن. الراجل يعني الله يبارك له. عيننا السيسي، الرئيس السيسي اولا لاعاده الامن واستقرار في جمهوريه مصر العربيه، وثانيا انه هو اصلح واحد انه يكون يا رئيس، فما فيش اي واحد يعني ثاني متوقع انه ينفع. ثالثا فهو حقق انجازات كثيره الفتره الاولانيه، وان شاء الله متمنين انه يكون يا يحقق انجازات اكثر الفتره الثانيه لمصر، ويعطي له فرصه ثانيه انه يحقق لنا اكبر انجازات في انت بنؤيد الرئيس السيسي لانه شايفين على امر الواقع انجازات اللي عملها، وما فيش حد ينفع غيره. الرئيس السيسي عمل انجازات في مصر لا تعد ولا تحصى، وده لمسناه في الفتره الاخيره بالسنتين الاخره، وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله ويكمل مسيره ان شاء الله يعني. وكلنا بندعم الرئيس السيسي. انا مؤيد الرئيس السيسي بسبب ما لاحظناه في الفتره التي كان فيها رئيسا للجمهوريه صادقا معنا فيما قاله، ولاجل تحقيق السلام والاستقرار لوضع البلد اخترنا الرئيس عبد الفتاح السيسي. والسبب الآخر الظروف الخارجية، حيث أن الدول العالم من حولنا أصبح كالذئاب، لابد من رئيس قوي يستطيع المحافظة على ذلك الوطن في تلك الفترة، فلم أجد من هو يمثل المصريين ويمثل العرب أمام هذا العالم الشرس إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي.